النهاية إذا ستكون بجديد محاكمة قضية طريق السيار شرق غرب التي انتهت منذ قليل. نربط الاتصال مباشرة مع موفى تلفزيون النهار إلى هناك. وليد بهراوة، تفضل. تفضل وليد، نحن في الاستماع. وليد، أهلا بك معنا. الساعة الخامسة إذن علق قاضي محكمة الجنايات جلسة محاكمة الطريق السيار، وهذا قبل الانتهاء من قراءة قرار الإحالة. قرار الإحالة يعني قرئ منه حوالي 80 صفحة أو أقل بقليل. الأمور يعني في أثناء أو الأحداث التي تلاها أمين الضبط كانت مثيرة، حيث ذكر بعض الأسماء الثقيلة وأسماء أيضا وجوه فنية جزائرية، منها وزير الطاقة السابق شكيب خليل ووزير الوزير المالية الأسبق بن أشنهو، وكذلك هذا ما تضمنه قرار الإحالة، وكذلك وزير الخارجية الأسبق محمد أبجاوي. كما تضمن أسماء قرار الإحالة تضمن أيضا أسماء وجوه فنية أمثال الشاب خالد الذي باع منزله للمتهم الثاني في هذه القضية بوشامة، الذي بدوره أهداه إلى مؤسسة أوريفلام التي يمتلكها المتهم الرئيسي شاني مجدوب، وقام بها يعني الصفقة هذه قام بها يعني ابن أخ شاني مجدوب، هذا حسب ما ورد في قرار الإحالة. القاضي إذن كذلك أمر باستئناف الجلسة، جلسة محاكمة الطريق السيار غدا على الساعة 9:30، وأعطى جدولا زمنيا حيث ستنطلق يوميا حتى إلى غاية انتهائها من الساعة 9:30 إلى 12:00، ثم تستأنف على الساعة 1:00 إلى غاية 5:00. إذن هذا ما كان لدينا اليوم في هذه التغطية، وسنوافيكم غدا إن شاء الله بجديد هذه القضية. شكرا جزيلا لك وليد بهراوة، كنت معنا مباشرة من مجلس قضاء العاصمة، شكرا جزيلا لك. إذن